قبل ما اختم كلمتي بالسلام عليكم، احنا كنا امبارح موجودين في الاسماعيليه وكان في احتفال بتخريج شباب الجامعات، والحقيقه الاحتفال ده رغم بساطته لكن الحشد اللي تم فيه استدعى حاجه في نفسي غريبه جدا. بتقول بقى في امه يكون شبابها بالحجم ده ويبقى عندها قلق على بكرة؟ صحيح، في أمة يكون شبابها بسم الله ما شاء الله بالقمة بالعدد ده وبالحجم ده والقدرة دي تبقى قلقانة من بكرة؟ ده بكرة ده بتاعهم هم، بكرة ده بتاعهم هم، وهم قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى على ان هم يحموا اقدار هذه الامه من اي شر او مكروه. فالحقيقه كنت لازم اسجل ده، ما لحقتش امبارح او ما عرفتش امبارح ان انا اسجله، لان ده احساس تولد في حينه يعني.